نتكلم من خلال لقطات كابتن عادل بصرف النظر عن النتيجه. يعني احنا بنحلل التحكيم مش مردود النتيجه، بنحلل على اساس النتيجه، ولكن احنا بنتكلم التحكيم للتحكيم. فانا هبتدي بس في البدايه في موضوع مهم جدا، وهو موضوع الوقت بدل الضائع. كابتن ايمن، احنا بنتكلم في الوقت بدل الضائع اللي هو المفترض ان هو يتحسب بجد. مش هقول مثلا اصابه لاعب او خروج الكره بره او الكلام ده، ولكن هتكلم في موضوع الدقيقه اللي هي ركله الجزاء. وهنشوف البدايه الحاله، لو الحاله معانا هنشوف اللعب توقف قد ايه يا كابتن عادل في هذه الحاله. انا جايب هنا التايمر، ودي يمكن بشكر طبعا الساده الزملاء اللي هم في اللي موجودين في المونتاج، اللي هم جابوا لي لحظه التوقف. يعني انا بتكلم في ركله الجزاء لما الفار رجع وشيك على الحاله، وهل هناك ركله جزاء ولا لا. هنا بشوف بس الوقت وقف قد ايه يا كابتن عادل في اللعبه دي. بس ليه؟ لان مهم جدا جدا هنا اللعب توقف. طبعا هنا حتى كمان محمد الحنفي لم يتخذ قرار باي شيء باحتساب مخالفه او من عدمها. يعني هو ما خدش قرار باحتساب مخالفه كابتن ايمن، دي البدايه. ولكن هنا وقف محمد الحنفي، وقف طبعا لحين الفار يؤكد ان كان هناك فيه مخالفه ام لا. كل ده وقت، خلي بالك التايمر هنا بنحسبه بالظبط عشان نقول الشوط الثاني كام الوقت بدل ضائع اللي المفروض كان الحكم يحسبه. لان دي نقطه يمكن انا اتكلمت فيها الاسبوع اللي فات واللي قبليه، ان الوقت بدل ضائع كابتن شريف مهم جدا جدا لاي فريق، خاصه ان انت ممكن تسجل في الوقت اللي هو بدل الضائع. ما زال التايمر ماشي بالظبط هاف، هنا هاف بس ارجع تاني بعد اذنك بس عشان اوقف. 5 دقايق ونص. 5 دقايق و38 كام يا كابتن عادل؟ 5 دقايق و38 دقيقة. دي بس في لقطة الفار لما راجع في ركلة الجزاء. ده انا 3 دقايق بس في ال 6. لا اداك 6. ده الشوط التاني ولا الاولاني؟ وفي دقيقة ووتر بريك. دي الشوط التاني؟ او دقيقتين؟ تاني شوف كابتن هنا، دي 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 لعبه بتاعه ياسر ابراهيم. طيب هقول حاجه مهمه جدا جدا بالراحه، بس خلينا نمشي بس نشوف في مخالفه ولا مفيش. طبعا هو بيحسب هنا بردك التوقف المياه للشرب يا كابتن ايمن. كام تقريبا هنا التايمر خدها عندنا؟ 3 دقائق. يبقى 9 دقائق 10 دقائق. تمام. 8 ونص. طيب حارس المرمى وقع ولا ما وقعش؟ وقع. هو واحد يقول لي انت بتتكلم فيها يا كابتن ناصر، انت المفروض تتكلم في الاخطاء التحكيميه. بس انا بتكلم في الوقت المهم، انك انت حق الفريق في الوقت، سواء كان النادي الاسماعيلي او النادي الاهلي. شوف هنا هنا احنا ده كله في المخرج بيعيد، وهنا التوقف لشرب المياه تقريبا، واحنا بنتكلم كده تقريبا لما استأنف محمد الحنفي، وده حكم كبير المفروض هنا برضك هو مش مسؤول قوي عن الوقت، ولكن كان الفار المفروض يتدخل هنا. بحسب بالظبط هنا عند استئناف اللعب، هنا هيستأنف هنا محمد ستوب. خدنا كام يا كابتن؟ 3 ودقيقة. يبقى انا عندي كام؟ 8 دقايق. وحارس المرمى وتوقفات وحاجات، يعني مش اقل من 9 دقايق. لا انت اديت 6 دقايق يا كابتن محمد، وللاسف هما برضك حصل فيهم توقفات. ايوه دي نقطة مهمة هنمر عليها يا كابتن شريف، ولكن بنقول تاني يا جماعة ان الوقت مهم جدا جدا لأي فريق. نروح للحالة